السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ لعلكم بخير. أتمنى لكم أيام سعيدة، وإن شاء الله ربنا يعدي الغم على خير، وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم بإذن الله جميعا. أنا كنت موجود، كنت عايز أديكم محاضرة، بس أنتوا كنتوا مشغولين أعتقد بمحاضرة مع دكتور عرابي، فأنا قلت أدخل هسجل لكم إن شاء الله جزء يعني عن بعض الاستفسارات اللي الناس بتبعتها لي، وأنا سعيد باستفساراتكم وباهتمامكم وبالأشياء اللي أنتوا بتسألوا عليها، وأتمنى لكم التوفيق في اللي جاي إن شاء الله فيما هو قادم، وأنا تحت أمركم في أي لحظة. دخلت النهاردة أو داخل دلوقتي عشان حبيت أوضح بعض الاستفسارات اللي الناس بتسألني. الأول، في حد من زمايلكم سألني عن حاجتين، عن برسيم التحريش وعن محاصيل السلاج، انه بيقول لي انا قريتهم او بصيت عليهم في المذكره فما فهمتهمش. فانا هوضح سريعا الاشياء دي. محاصيل التحريش هي المحاصيل التي تزرع مؤقتا قبل المحصول الرئيسي. محاصيل التحريش، وده هتلاقوه موجود عندكم في المذكره في تقسيم المحاصيل حسب الاستعمال الخاص. تقسيم المحاصيل حسب الاستعمال الخاص، في عندك جزء مكتوب عليه محاصيل تحريش. محاصيل تحريش، محاصيل التحريش هي المحاصيل اللي بتزرع قبل المحصول الرئيسي. وبالبلدي كده عشان الامور باذن الله تبقى معاكم واضحه، محاصيل التحريش زي في محصول مشهور منهم اسمه برسيم التحريش او البرسيم الفحل، او بالبلدي لا احراج في العلم زي ما بيسمى في بعض القرى، وحضراتكم يمكن لاحظتوا في بعض القرى بيسموه البرسيم الخزوج. في بعض القرى في دار السلام او غيره بيسميه برسيم الخزوج. ده محصول اصلا التفريع بتاعه علوي، فلما بزرعه وباخد منه حشة البراعم القاعدية ساكنة، فما بيستطيعش النمو مرة أخرى، فبالتالي ما فيش نمو تاني. عشان كده بيسموه المسمى اللي هم بيقولوا عليه البرسيم الخزوج، يعني بتاخد منه حشة واحدة. لكن هو أصلا في الأصل طبيعته كده، هو برسيم تحريش أو محصول مؤقت، بحس بيزرع في فترة ما بين المحصول الرئيسي والمحصول السابق. بمعنى آخر، يعني أنا لو عندي زرعة الدور الشامي، محصول الدور الشامي ده بينتهي تقريبا في شهر كام؟ في شهر 9 أو نص 9 في الحدود دي، أو أول 10 يعني. طيب الفترة ما بين زراعة المحصول الدور الشامي مع ما يخلص في شهر 10 حتى زراعة القمح في نص 11، في بعض المزارعين الشطار اللي بيقول لك بدل ما أسيب أرضي فاضية أستغلها وأزرعها محصول بقولي مخصب للتربة، ولما يجي القمح يكون المحصول ده خلص اخد منه حشه او اقلبه في التربه او اسمد بالتربه لان ده محصول بقول، فبيختاروا المحصول ده اللي هو برسيم التحريش او البرسيم الفحل او البرسيم الخزوج. مش هينفع زي البرسيم البلدي العادي اللي بيتاخد منه اربع خمس حشات، لان زي ما قلنا البراعم النشطه فيه هي البراعم العلويه، فبالتالي انت لما بتحش على مستوى سطح التربه خلاص يبقى الجزء اللي تحت ساكن مش هينمو تاني. ده بالنسبه للمحاصيل التحريش. يبقى محاصيل التحريش المحاصيل اللي بتزرع مؤقتا قبل المحاصيل الرئيسيه، بحيث انه ودي كانت في رساله اتعملت على الموضوع ده، رساله الدكتوراه في احد الجامعات، عن الفتره الانتقاليه ما بين المحصول الصيفي والمحصول الشتوي يزرع ايه فيها، فكانوا اختاروا المحصول ده. المحصول ده اولا بيخصب التربه، ثانيا هيديني علف في فتره ما فيهاش علف. الفترة دي ما بيبقاش علف، شهر من أول 10 لحد مثلا 11 ما بيكونش في محصول علف، يكون برسيم لسه وكده. فبالفترة دي لما أزرع برسيم التحريش واخد منه الحشة دي، فبيبقى مردود الاقتصادي مهم جدا، بحيث إن هو بيبيع محصول علف. وكمان الحاجة التانية بيعمل تخصيب للتربة، لأن محصول الدور الشامي محصول نجيني ومحصول الجمح محصول النجيلي، وكلاهما مجهد للتربة، فبالتالي زراعة محصول زي كده محصول بقولي هيوفر معايا على في استخدام الاسمده، هيساعد معايا على خصوبه التربه. انسى اقول ده بالجزء بتاع محاصيل التحريش اللي احد زمايلكم سالني عليه. وكمان سالني سؤال تاني، بعت لي على الواتس بيقول لي وين محاصيل السلاج. محاصيل السلاج، السلاج نوع من انواع العلف الذي يتم تصنيعها لحفظ العلف في صوره عصيريه او صوره يعني طازه، ما يبقى يعني محتفظ بالرطوبه بتاعته. في عندي نوعين من حفظ العلف او من عمليات تصنيع العلف، في السلاج وفي الدريس. الدريس ده حفظ الاعلاف في صوره جافه، اما السلاج ده حفظ الاعلاف في صوره طازه او قول عصيريه. زي مثلا لو عنده كميه محاصيل كتيره علف فبيحولها الى محصيل سلاج، ممكن الدور الشامي بيتعمل سلاج، ممكن البرسيم بيتعمل منه سلاج، بحيث ان بيختار بياخد النبات هو اخضر بيحشه
ويبدأ يحفظه في صورة عصيرية، في صورة يعني يحافظ على الرطوبة اللي جواه عشان فترة يخزنه الفترة ويستخدمه في الأوقات اللي بيقل فيها العلف أو اللي بيحتاج فيها علف. فدي محاصيل السلاج، دي أحد أنواع محاصيل العلف اللي بتستخدم في تغذية الحيوانات. ممكن تبقى من البرسيم، تبقى ذرة شامي، تبقى خليط من المحاصيل مع بعض، بيتم حفظها في صورة عصرية وفي صورة خضراء كده ويقدمها في الحيوانات، وبتكون قيمته الغذائية عالية والأهمية الغذائية بتاعته مهمة. وكذلك في النوع الثاني من اسمه الدريس، عشان لو حد بس بيطلع وبيعرف الدريس ده، برضه بيتم حفظ العلف في صورة بس هنا جافة، زي في بعض المحاصيل المزارعين بيحفظوا البرسيم لو انشئت قلت في القرى كده، يجمعوه ويحطوه فوق البيت وينشف ويبدا ينزلوه في للمواشي. طبعا بس الحفظ ده حفظ مش سليم، لان ممكن البرسيم بيتكسر ما بيتحفظش بصوره، لكن عاوز تحفظ بصوره دريس بتحفظه بصوره كويسه، تحافظ على النبات ما يتكسرش وحافظ على الاوراق والساق بتاعه، وبيحفظه بطريقه سليمه. ممكن يحفظه في الجو المفتوح، يحفظه في اماكن بحيث لما يجي يحتاجه يطلعه للمواشي في صوره علف تاني تاكله، يكون محافظ على القيمه الغذائيه بتاعته. ده بالنسبه للجزء بتاع السلاج والدريس اللي احد زمايلكم سالني عنه. طيب في بعض الناس برضو بتسألني كانت على في أجزاء كتيرة في المذكرة بتقول يا دكتور إحنا ما عديناش عليها. أنا قلت لكم في بعض الحاجات يعني إحنا عدينا عليها سريعا، زي كلمة استئناس المحاصيل. إيه استئناس المحاصيل؟ إن هو بيجيب النباتات البرية، النباتات البرية اللي بتكون مزروعة في الجين بانك أو في المناطق النشو بتاعتها زي ما قلنا مناطق النشو عندك مذكرة، وبيحولها إلى محاصيل تلائم الظروف الجوية المختلفة. يعني مثلا ممكن تجيب حاجات من الجين بانك من مصر كده من بره، مستوردات بذور مثلا، وتبدأ تزرعها في مصر عندك في ظروفنا وتعمل لها أقلمة، زي مثلا بعض سلالات القمح بتيجي مستوردة من الخارج، ودي تعتبر أحد طرق التربية اللي هي الاستيراد، بتجيبها من الجين بانك. طبعا بتكون الظروف اللي كانت تنمو فيها هناك غير الظروف اللي هتنمو فيها هنا، فبتعمل تبدأ تعمل لها أقلمة. أقلمة يعني بتخليها تتأقلم مع الظروف الجوية المنزرعة في مصر، لأن هناك طبعا درجات الحرارة والرطوبة والضوء غير الظروف المصرية، فبيحولها من الأماكن البرية أو مناطق مراكز نشوءها أو بدايتها إلى مناطق تانية في مصر، يحولها إلى مستأنسات ممكن يستخدمها في برامج التربية مختلفة، يعمل بها تهجين بين الأصناف المصرية، يعمل بها عمليات تربية، يطلع بها صنف جديد زي ما بتشوفوا الأصناف الجديدة في القمح، يقول لك النهارده 6/12 6/14 6 كده، دي عبارة عن عمليات تربية، منها عملية اللي هي استيراد أو بيبدأ يجيب مستوردات من الخارج ويأقلمها في الظروف المصرية عندنا مثلا. طيب ده النقطة من النقاط. طبعا في ناس سألتنا على الزراعة في العصر الحديث، الزراعة في العصر الحديث في الوقت الحالي، يعني احنا كان زمان يبقى في عندنا المياه الفيضانات ويبقى في فيضان النيل، وكان الناس تزرع على الفيضانات لما يجي الفيضان بتاع النيل. بدأ دلوقتي تبقى الأمور مختلفة، في طبعا سد العالي، في بتبقى جدول للري، في منوبات، المنوبة مثلا بعد كذا، المنوبة كذا، في سد شتوية زي ما اتكلمنا معاكم في المحاضرات. يعني موضوع للقراءة، أنا بفهم بس الناس اللي بتسألني على بعض النقاط في عندكم. طيب تقسيم المحاصيل، احنا انا اتكلمت معاكم عن تقسيم المحاصيل، قلت لكم في كذا نوع من تقسيم المحاصيل. في تقسيم المحاصيل حسب تقسيم المحاصيل حسب الاستعمال الاقتصادي، قول لهم محاصيل حبوب، محاصيل بقول، محاصيل زيت، محاصيل سكر، محاصيل الياف، التقسيم اللي عندكم. وفي محاصيل تقسيم المحاصيل حسب الاستعمال الخاص اللي هو منها محاصيل التحريش اللي انا رديت على السؤال ده. وفي تقسيم المحاصيل حسب مواعيد الزراعه زي ما موجود عندك في شتوي وصيفي. في تقسيم المحاصيل حسب تعمق الجذور، ده اتكلمت عنهم في المحاضرات. انغي بالتقسيم غير الزراعي اللي هو تقسيم المحاصيل في العائلات النباتيه، اللي هو اتفقنا ان انا عندي عائلات نباتيه كتيره، منها العائله النجيليه، منها العائله البقوليه، منها العائله السوسبيه، منها العائلة الكتانية، منها العائلة الخبزية، مع عائلات كتيرة. طبعا أشهر طبعا المحاصيل كلهم عندنا محاصيل، كل محصول تابع لعيلة. يعني مثلا لو اتكلمنا على محصول القمح، محصول القمح ده من أهم وأقوى وأهم المحاصيل على مستوى مصر والعالم، واتفقنا ان محصول قومي، محصول قومي، محصول بيتحكم في قرارات دول، محصول ليه مردود طبعا اللي بنسموه احنا عندنا لقمة العيش، بيتبع العيلة النجيلية. يعني هذه العيلة النجيلية من أفرادها محصول القمح، ومن تاني من أفرادها الذرة الشامي، ومن تاني من أفراد العائلة النجيلية الذرة الرفيعة، ومن تاني القصب، ومن تاني الرز. فأنت لو حكيت على عائلة من العائلات دول، فدي عيلة زي ما بنقول كده، أو حبيت أقولها لكم، دي برنسات، ده أمراء، ده بشوات، يعني كلهم كده تعظيم سلام للبشوات، ما فيش محصول فيهم على جده، ده كلهم محاصيل قومية، محاصيل اقتصاد قومي، محاصيل دول. القمح،
ايه ده محصول ده انت بتحكي على النهارده مصر ومصر ازرع كام من القمح والقمح اوفر كام واستيرادي كام، محصول دوله زي ما بيسموه محصول اقتصادي يعني لقمه عيش، يعني ارتباط قوي بالاقتصاد باي اقتصاد طبعا الاقتصاد المصري. والنهارده الدوله عامله اتجاه كويس وعامله نظام كويس في القمح اللي هو عامله حالتين، التوسع الافقي والتوسع الراسي. التوسع الافقي وده مندرج يمكن لو حضرتكم تسمعوا عن حاجه اسمها النهارده الريف المصري، بياخدوا الاراضي الصحراويه وبيدوها للمستثمرين او بيدوها للناس اللي القطاع الخاص اللي بتشتغل في مجال الزراعه بمقابل معين، وبياخد منهم كمان الكميات المنتجه، يعني بيبقى في توريد حكومي عشان يقلل الفجوه بين الاستهلاك والاستيراد من القمح. طبعا الاستيراد والاستهلاك من القمح ده موضوع كبير، موضوع يعني مصاريف وعمله صعبه وعبء على ميزانيه الدوله. كمان التوسع الراسي اللي هو زيادة إنتاجية وحدة المساحة المزرعة من الفدان، وده من خلال تطبيق الأساليب الزراعية السليمة زي ما اتكلمت معاكم في المحاضرة اللي فاتت وقلت لكم على التسميد ودور التسميد والعناصر الغذائية والري والكلام ده. تمام، فده ده محصول تبع العائلة النجيلية. كمان تاني مين تاني من محاصيل العائلة النجيلية؟ القصب. ده أنت بتتكلم على محصول تصنيعي بتقوم عليه العديد من الصناعات، يعني على ما أتذكر حوالي 24 صنعة بتقوم على محصول القصب. طبعا السكر كلنا نعرف انه بيطلع من القصب، طب ايه تاني بيطلع من القصب؟ كمان بيطلع منه العسل الاسود زي ما بتشوفوا، كمان لو انتوا عارفين انتوا المرشحات اللي هي احد انواع الاسمده العضويه اللي اتكلمنا عنها في السماد العضوي، كمان لو الخل اللي في البيوت اللي الناس بتطبخ بيه بيطلع منها، بيطلع بعد انواع الكولونيا اللي هي خمس خمسات لو حضراتكم تسمعوا، بيطلع الملاس، بيطلع منه كمان الخشب الحبيبي، يعني صناعات كثيره. ده انت بتتكلم على محصول تصنيعي بتقوم عليه العديد من الصناعات احد افراد العائله النجيليه. انا بتكلم على العائله النجيليه كاقوى واتكلمت عنها المره اللي فاتت في المحاضرات عندكم، قلت لكم ان هي شارعه للتسميد النيتروجيني والكلام اللي احنا حكينا عليه. طب مين من العائلات النباتيه الثانيه كمان؟ العائله البقوليه. العائله البقوليه دي من اهم طبعا برضو من العائلات القويه جدا نظرا لقوه الافراد اللي فيها، زي الفول والعدس والحمص والترمس والحلبه. اتفقنا او انتوا حضراتكم تعرفوا ان محاصيل العائله النجيليه دي محاصيل ايه كمان؟ محاصيل مهمه في عمليه تخصيب التربه والمحافظه على خصوبه التربه وكمان البرسيم. لان دي ربنا اداها ميزه سبحانه وتعالى ان هي بيبقى عندها بكتيريا العقد الجذريه اللي بتثبت النيتروجين الجوي تكافليا، فبالتالي بتقلل معايا استخدام الاسمده المعدنيه وبتسيب كميات نيتروجين في التربه بحيث ان المحصول اللي بعده هيستفاد منه. ده بالنسبه للجزء. طبعا في عائلات ثانيه زي العائله الخبزيه زي اللي يتبعها طبعا البرنس الكبير اللي هو القطن المصري. يعني بتكلم عن محاصيل حقليه وانسى ان ده بالنسبه للعائلات اللي عند حضراتكم اللي هو التقسيم اللي هو الغير زراعي او تقسيم النبات الطبيعي للمحاصيل. طيب ده اللي يهمني في الجزء بتاع تقسيم المحاصيل. اما طبعا العائله والرتبه والكلام ده ان شاء الله لما ربنا يكرمكم بعد كده هتبقى تاخدوا الاسماء العلميه لكل محصول، هيبقى الاسم العلمي ده عباره عن جنس ونوع ويتبعوا الفاميلي بتاعته العيله مين، ده ان شاء الله في الاجزاء اللي جايه باذن الله هتاخدوه معانا. الاسماء العلميه طبعا احنا اتفقنا ان انا بوضح الموجود في المذكره لحضراتكم عشان في ناس بعد الناس بتسالني على الاسماء العلميه او الاجزاء الاولانيه في المذكره ايه النظام فيها. الأسماء العلمية طبعا الاسم العلمي ده عبارة عن شقين يا اخواننا، عشان لو حد يمكن خدته في النبات او خدته في بعض المواد في الترم الاول هو الاسم العلمي. الاسم العلمي ده عبارة عن شقين، الشق الاول ده بيمثل الجنس والشق الثاني بيمثل النوع. وطريقة الكتابة السليمة للاسم العلمي اما يتكتب مايل بخط مايل او يتحط خط تحت الجنس والنوع. وممكن تلاقي في بعض الأسماء العلمية في اخر الاسم العلمي كده معمول اللي كابتن، اخر الاسم العلمي بعد الجنس والنوع عامل اللي كابتل. اللي كابتل ده هو العالم اللي سمى او الحرف الاول من الفاميلي نيم بتاع العالم اللي سمى التسميه العلميه اللي هو اعتقد كارل لينس. ده عالم سويدي من تقريبا من 1856 او 52 هو اللي عمل التسميه العلميه. فمعظم الاسماء هو اللي سماها تلاقي اللي هو اختصار كلمه لينس اللي هو العالم السويدي اللي سمى التسميه العلميه للمحاصيل. زي في بعض الامثله يقول لك هورديام بولجير تريتيكم اسيتيفم ال، يعني في اخر الاسم تلاقي ال زي ما موجود عندك في المذكره. في الاسماء العلميه هتلاقي بعد هورديان بولجير اللي هو الاسم العلمي للشعير في ال اللي هو كارل لينس العالم اللي سمى التسميه. طيب التقسيم انا اتكلمت عنه، التقسيم حسب مسار الكربون، وقلت لكم اني ان شاء الله في كورس كامل حتى عندك في المذكره في الاول من اقسام علم المحاصيل في فيسيولوجيا المحاصيل احد اقسام علم المحاصيل. طبعا في انتاج المحاصيل وفي تربيه المحاصيل فيسيولوجيا المحاصيل تصميم التجارب حاجات كثيره ان شاء الله ربنا يكرمكم لما تكملوا باذن الله في السنوات القادمه هتاخدوها الحاجات دي تحت مسميات كورسات، كورس فيسيولوجي، كورس تربيه، كورس انتاج. انسى
طيب التقسيم طبعا حسب مسار كربون ده يعتبر تقسيم ده جزء خاص بفسيولوجيا المحاصيل. سريعا عشان بس حضراتكم تبقوا عندكم علم بيه، انا اتكلمت المره اللي فاتت وجبت سيره اليخضور او اللي هو الكلوروفيل او الكلوروفيل اللي هي الماده الخضراء اللي هي عمليه البناء الضوئي اللي هي اساس الحياه اللي هي ربنا سبحانه وتعالى في القران عليها سبحانه وتعالى قال عليها خضرا اللي هو احنا قلنا العبد الصالح او اللي كان مع سيدنا او راح سيدنا موسى يتعلم منه وهو بيسموه المسمى الصحيح اسمه الخضر لان كان الشيء اللي حواليه بيخضر. فده التقسيم حسب مسار الكربون هو في عمليه بعد ما يتم عمليه المدخلات والخروجات عمليه تثبيت ثاني اكسيد الكربون في عمليه البناء الضوئي في بعض المحاصيل بيسلك فيها المحاصيل ثاني اكسيد الكربون مسار دوره هاتشوسلاك وفي مسار دوره كالفين. البيسلك فيها تثبيت ثاني اكسيد الكربون مسار دوره كالفين بيسموها نباتات ثلاثيه الكربون. طب النباتات ثلاثيه الكربون بيسلك فيها الكربون في تثبيت مسار دوره هاتشوسلاك بيسموها رباعيه الكربون. طبعا موضوع الرباعيه والثلاثيه والفروق بينهم توضيحات كتيرة وحاجات كتيرة، يعني انتوا حاليا يا دوب بس اعرف ان في حاجه اسمها نباتات ثلاثيه الكربون ونباتات رباعيه الكربون. بيكتبوها ازاي نباتات ثلاثيه الكربون يا شباب؟ سي اللي هي سي رمز سي سي جنبها 3 تحت بتكتب 3 تحت بلانتس سموها سي 3 بلانتس نباتات ثلاثيه الكربون. مين امثلتها؟ طبعا انا قلت لكم او وضحت لكم ان حوالي 95% من النباتات اللي على وجه الارض ثلاثيه الكربون، 95% او 94% من النباتات على وجه الارض ثلاثيه الكربون والجزء الباقي نباتات رباعيه الكربون. طبعا من اشهر الامثله النباتات ثلاثيه الكربون القمح، الشعير، الرز، المحاصيل اللي انتوا حضرتك البنجر المحاصيل دي. يبقى مين اشهر طبعا محاصيل رباعيه الكربون عشان هم زي ما قلنا نسبتهم قليله عندنا في المحاصيل الحقليه؟ الذره الشامي، الذره الرفيعه، القصب، دول من محاصيل رباعيه الكربون. اللي عايزك تبقى عارفه ان انتاجيه المحاصيل ثلاثيه الكربون اقل من انتاجيه المحاصيل رباعيه الكربون. يعني لو الراجل ده زارع فدان قمح وبنفس الممارسات الزراعيه بتاعته وجاب له مثلا 10 ارادم، لو زرع نفس المحصول بنفس الراجل بنفس الامكانيات هيجيب له ذره شامي في الزرع الصيفي هيجيب اعلى من القمح. خلاص؟ طيب موضوع الفرق ليه والموضوع ليه الرباعيه اعلى والثلاثيه اعلى موضوع فيسيولوجي، يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمكم لما تخشوا كده وباذن الله ناخد كورس مصري نوضحه باستفاضه. لكن عايزك تعرفوا ان نباتات ثلاثيه الكربون انتاجيتها اقل من نباتات رباعيه الكربون. مين امثله النباتات ثلاثيه الكربون؟ زي القمح وزي الشعير وزي الرز. مين امثله من حاصيل رباعيه الكربون؟ زي القصب والذرة الشام والذرة الرفيعه. ده اللي انا عايزك تعرفه موضوع الثلاثيه ورباعيه الكربون. خلاص التقسيم حسب الاهميه الاقتصاديه احنا اتكلمنا عنه، قلنا في محاصيل حبوب. ايه محاصيل حبوب؟ هي المحاصيل اللي بتزرع من اجل استخراج الحبوب منها او استخدام حبوب في تغذيه الانسان والحيوان زي القمح وزي الشعير زي الذره الشامي زي الذره الرفيعه اللي هي تابعه للعائله النجيليه. محاصيل بقول، البذور البقوليه او البقول الغذائيه زي الفول والعدس والحمص بزرعها برضو عشان استخدم. يعني انا مثلا زارع الفول ليه او المزارع بيزرع الفول ليه؟ عشان ياخد منه البذور، البذور بتاعته دي بياكلها او بيبيعها او بيديها للحيوانات انسون. كزارع القمح ليه؟ عشان احصل منه على الحبوب انسون. السكر بزرع محاصيل السكر ليه؟ عشان احصل على السكر منها. مين زي السكر؟ عندنا محصولين القصب والبنجر، وطبعا في محصول كان بعض المحاصيل السكر اسمه الاستيفيا، اسمه الاستيفيا، لكن كمساحه منزرعه وككميه مش موجود، يعني يا دوب بس اندر ستدي في مساحات صغيره. اشهر محصولين اللي هم موجودين او اللي يعتبر مصدر السكر في مصر البنجر والقصب. انا بتكلم على مصر، الاستيفيا بيتزرع بره في العالم مساحات كبيره، لكن في مصر المحصولين اللي التركيز عليهم في استخراج السكر هم القصب والبنجر. تمام. محاصيل الزيتيه طبعا هي المحاصيل اللي بزرعها عشان اخد الزيوت منها، طبعا بستخرج الزيوت من البذور، زي طبعا محصول القطن معروف، محصول القطن زي الكتان زي محصول الفول السوداني زي السمسم زي محصول دوار الشمس انسون. طبعا الواحد ممكن يسال يقول لي طب ما الذره الشامي، الذره الشامي بس اصلا في التقسيم محصول حبوب، لكن استخراج الزيت منه استخراج ثانوي، وكذلك القطن محصول اصلا الياف، استخراج الزيت منه استخراج يعني منتج ثانوي منه، يعني بيسموه محصول ثنائي الغرض. اذا كان الذره الشامي او هنا او القطن، القطن بيطلع منه الياف وبيطلع منه الزيت. الذره الشامي كمان بيستخدموه كمحصول حبوب، بيستخدم الدقيق في صناعات مختلفه او غيره، او ممكن ذره فشار او الذره المشوي اللي انتوا حضرتكم، وكمان بيطلعوا الزيت منه. تمام. محاصيل الالياف طبعا زي ما موجود عندكم في المذكره اللي هي بتستخرج منها الالياف من السقان او من الاوراق، ممكن تبقى الالياف بتاعتها الياف ساقيه زي الكبتان كده، وممكن تبقى الالياف ورقيه زي محصول بيسموه السيزال، وممكن تبقى الالياف بذريه بتطلع من المجموع اللوزه زي القطن والكلام ده اللي بيستخدم الالياف طبعا في صناعه منسوجات مختلفه والملابس وغيره.
محصيل علف الأخضر طبعا دي المحصيل بزرعها عشان استخدمها كعلف أخضر للحيوانات زي البرسيم المصري والبرسيم الحجازي، وزي طبعا عندنا محصول اسمه الدخن، محصول عندنا الذرة السكرية حشيشة السلدان اللي هو جرى العرض بين المزارعين كلهم بيسموه جراو، اللي غير البرسيم والمصري والحجازي كل المحاصيل الأخرى بيسموها، وبالذات محاصيل عائلة النجيلية زي الدخن وزي حشيشة السودان وزي الذرة السكرية بيسموها جراو بالجيم جراو. وممكن يزرع الذرة الشامي كمحصول علف بيسميها الدراوة بالدال. خلاص طيب، محصيل كاوتشوك طبعا زي ما انت عندك محصول، في بعض محاصيل بتستخدم في كنطاق تجاري في مصر، محصيل ورقيه طبعا ده التقسيمات اللي انا، محصيل درانيه زي اللي بيبقى الجزء الاقتصادي بتاعها تحت او عباره عن درانات ارضيه. محصيل الصبغات طبعا دي المحاصيل بيطلعوا منها صبغات، وده اشهر محصول عايزك تبقى يعني تبقى عارفه او بتشوفه، محصول القرطم. محصول القرطم، محصول القرطم عندنا ده في التقسيم برضو تبع محاصيل الزيت، ولكن بيطلعوا منه صبغات. الصبغات دي بتطلع من البتلات بتاعته، بيبقى بتلات كده لونه اصفر طلعوا منها صبغات. ويمكن حد يسمع عن صبغه الكركم، صبغه الكركم بيطلعوها من اللي بيستخدموها في الفايش والمخبوزات المختلفه. تمام، بعد كده تقسيم المحاصيل حسب الاستعمال الخاص اتكلمنا عنه، في محصيل تسميد اخضر وعرفنا قلنا التسميد الاخضر يعني ايه عشان تبقى عارف حضراتكم الكلام انتوا بتذاكروا ايه التسميد الاخضر، ان انا بزرع المحصيل من المحصول مش اجل ان انا اخد منه حشات او ناخد منه عشان اجلبه في التربه، وده طبعا اشهر مثال زي البرسيم كده ممكن يزرعه بعض المزارعين لما بيعمل عمليه اصلاح اراضي في المناطق الجديده، بدل ما بياخد منه حشه بيبدا يحرطه في التربه او بيجلبه في التربه عشان القيمه الغذائيه اللي فيه تتفاعل مع التربه ويوفر عليا إضافة الأسمدة العضوية. يعتبر أحد أنواع يعني كنوع من أنواع الأسمدة العضوية اللي بتستخدم في التخصيب التربة زي البرسيم وزي الجلبان، يعني المحاصيل البقولية، المحاصيل البقولية اللي هي عشان بكتيريا العقد الجزيرية الموجودة فيها. محاصيل التحريش اتكلمنا عنها، محاصيل السلاجي اتكلمنا عنها، محاصيل التحميل، في بعض المحاصيل عملية التحميل اخوانا زي ما انتم عارفين اللي هي زراعة أكثر من محصولين معا في نفس قطعة الأرض. التحميل هو زراعة أكثر من محصولين معا في نفس قطعة الأرض، يعني عنده فدان بيزرع محصولين بدل ما يزرع محصول واحد. طبعا عشان يعمل تحميل، التحميل ده ليه شروط، مش يتعمل كده هباء منصورة، لا ليه شروط، يعني مثلا ما يبقاوش الاثنين من نفس العيلة. يعني ايه نفس العيلة؟ يعني ما يحملش مثلا جمح وشعير على بعض، ما نفس العيلة خلاص، او جمح على القصب زي بعض المزارعين جبلي بعد ما بيخلص زرعة القصب في شهر 12 ولا حاجة يكسرها بيزرع عليها جمح، وده غلط، يعني ده الاثنين محصولين نجلين، اثنين مجيدين للتربه، والاثنين هيستهلكوا كميه اسمده كتيره معايا. لكن جرى العرف او بعض في بعض الناس الشطار بتعمل، احنا عملنا بحث عن التحميل وكان عباره عن تحميل الفول البلدي والجمح، يعني يزرع الفول البلدي في ميعاد زراعته ثم يزرع الجمح، طبعا طريقه الزراعه على خطوط، فدي معناها زراعه محصولين معا، واحد طبعا بقولي اللي هو الفول مش بيستهلك اسمده كتير، وواحد زي الجمح نجيلي طبعا. وكمان ايه من الاثنين يكون الاثنين موسم نفس موسم الزراعه، ما ينفعش تزرع محصول صيفي ومحصول شتوي، لازم الاثنين يكونوا محصول شتوي وما يبقاش الاثنين كبار. ليه شروط كتير التحميل اللي عايزك تعرفه، بس ان شاء الله في كورس ثاني باذن الله لما ربنا يكرمكم في حاجه اسمها التكثيف والتحميل، التكثيف الزراعي والتحميل. تمام طيب، زي ممكن زي ما مكتوب او موجود عندكم في محاصيل الصيفيه ممكن بيحمل الفول السوداني او الذرة الشامي والفول السوداني معا في نفس قطعه. تمام برضه ادي محصول نجيلي ومحصول بقول. محصيل التغطية يعني المحصيل بيبقى ليها، عايزك تبقى فاهم الكلمة اللي احنا هقولها دي، ليها مجموع خضري بيملى الأرض اللي بيسموها المظلة النباتية أو الكساء الخضري اللي هي بالإنجليش اسمها كانوبي، كانوبي سي اي ان بي بي تجيلة او واي، كانوبي سي اي ان، كانوبي سي اي ان بي تجيلة او واي، كانوبي بيسموها المظله النباتيه او الكساء الخضري، بيكون ليها مظله او بتبقى عامله نمو خضري قوي فوق التربه بتغطي سطح التربه، وده طبعا بيبقى بيحافظ على التربه من الانجراف ومن عمليات زي ما انتم بتشوفوا الاوقات اللي بيجي فيها سرعه رياح عاليه وممكن تجرف سطح التربه. طبعا انتم حضراتكم لو عايزين تعرفوا يعني ايه الرياح وايه موضوع ده، لو انت طلعت على الصحراوي هتعرف القيمه دي صح، يعني الهواء ازاي والرمله ممكن تملى عينيك وتملى وشك وتدخل لمواظف بقك وتبهدلك خالص، لان الارض هناك فاضيه والرمال طبعا سرعتها عاليه جدا. فلما يكون حد من المستثمرين او الناس اللي بيستخدموا بيزرعها في المناطق دي طبعا وبيكون الارض معرضه للهواء، فهو بيحب ان يغطي الارض عشان انجراف، ممكن بيغطيها ببعض المحاصيل او بيعمل مصدات رياح، لو انتم تسمعوا عن موضوع مصدات الرياح. وطبعا من اشهر موضوع مصدات الرياح اللي بتستخدم اشجار الجزورين او الكزورين اللي بيستخدموها كمصدات رياح.
تمام، تقسيم حسب موسم الزراعه. قلنا في محاصيل شتويه بتزرع في فتره الشتاء او ان شئت تقول فتره الخريف عندنا شهر 10 و11 والى اول 12، في محاصيل صيفيه بتزرع فتره الصيف او في الربيع من شهر 3 و4 و5 و6، وفي طبعا العروه النيلي اللي كانت زمان في شهر 7 و8 بس تقريبا يعني نادرا ما تلاقي بعض الناس بتزرع في بعض العروه النيلي. لكن عايز اقول حاجه، محصول دور الشامي من المحاصيل اللي ممكن ازرعها كعروه نيلي وبالذات في المناطق الصحراويه. يعني انا الدور الشامي المفروض بزرعه في شهر 5 و6 في المناطق الصحراويه او في المناطق اللي فيها درجه حراره عاليه تسخن، ممكن تزرع الدور الشامي في شهر 4 او 5 ما تاخدش منه انتاج. ليه بقى؟ بسبب انه لما يبدا النبات يكبر ويطلع نورات مذكره بعد حوالي شهر ونص من الزراعه بيكون دخل عليه شهر 7 و8. شهر 7 و8 في المناطق الصحراويه ممكن درجه حراره توصل فيها 50 درجه مئويه، توصل فيها مناطق يعني ممكن درجه حراره اللي بتقتل حبوب اللقاح، ما بتخليش فيه تلقيح، فبالتالي هتلاقي الكيزان فاضيه. عشان كده من افضل يعني الناس لما بتزرع الدور الشامي بالذات في المناطق الصحراويه، المناطق في المناطق الاستثمار، اما بيزرعها في شهر 2 او 3 في الاول عشان لما تدخل درجات حراره تسخن يكون المحصول موضوع التلقيح خلص، او بيزرعه في شهر 6 و7 او بيزرعه في شهر كمان 7 او في نص 7 عشان لما يبدا النبات يبدا يطرد يكون دخل على شهر 9 يكون درجه حراره هديت وبالتالي ما تاثرش على حبوب اللقاح، فبالتالي ياخد منه انتاج يعني. تمام، ده بالنسبة للجزء بتاع تقسيم المحاصيل حسب عمق الجذور. قلنا في محاصيل طبعا سطحية الجذور، في محاصيل متوسطة التعمق، في محاصيل متعمقة، وأنا وضحت إن في بعض المحاصيل زي القمح تعمق الجذور. طبعا محصول القمح والشعير يا إخوانا موضوع لو أنت مثلا مسكت المحصول مع سطح التربة وشديته هتلاقيه بيتشد معاك بالسهل، يعني محصول بيبقى سطح الجذور جذوره مش متعمقة. أمال إيه 3 4 قدم؟ أنا قلت لكم إن القدم حوالي 30 سنتي، 30 سنتي، يعني إن شئت تقول 3 في 30 يبقى 90، يعني عمق الجذر ممكن ينزل 90 سنتي. طبعا واحد يقول 90 سنتي انت لما بتشد ما بتجيبش الجذر كله. عشان كده من الخاطئ في بعض الحاجات اللي جيت عملتها وقلت طول الجذر وعايز اخد طول الجذر، وبالذات لو في حقل مفتوح ما ينفعش لان مش هتقدر توصل للجذر، الجذر هتقطع منك. لكن لو عايز تعمل الجذر تعمله في مثلا في قصيص او في مكان محكم تقدر تجيب الجذر كله. خلاص، ده بالنسبة أنا وضحت ورديت عن الجزء ده بتاع سطحية ومتعمقة ومتوسطة التعمق. تقسيم المحاصيل حسب دورة الحياة، احنا قلنا في محاصيل حولية اللي هي بتتم دورة حياتها في عام واحد في عام أو أقل، طبعا كلهم أقل من عام حوالي 3 4 شهور، زي القمح زي الشعير زي الذرة الشامي زي الذرة الرفيعة زي البنجر. المجر عندنا محصول ثنائي الحول بس احنا بنعمله في مصر معاملة الحولي، يعني بيزرع من شهر 10 بيتشال في شهر 4، لأن طبعا المساحات اللي عندنا وما بيظهرش تحت الظروف المصرية عندنا، وبالتالي لو حبيت تزرعه بتزرعه السنه الجايه ببذور جديده. طبعا دي المحاصيل الحوليه، محاصيل ثنائيه الحول زي البنجر. بعد البنجر ثنائي الحول لو انا عاوز احصل منه على بذور، ولكن في مصر لا يزرع تحت الظروف المصريه البنجر، لا يزرع تحت الظروف البصريه. وزي البصل لو حب الناس تاخد بذور من البصل بتتركه سنتين عشان يطلق الشمراخ الزهري لو في بعض الناس من القرى عارف الكلام ده. المحاصيل المعمره اللي بتتم في دوره حياتها اكثر من عامين، بتتم دوره حياتها اكثر من عامين زي ما طبعا اشهرهم البرسيم الحجازي عندنا وقصب السكر وقصب السكر. طيب ده باختصار، وفي بعض الارقام عندكم انا وضحتها في الجدول وقلت لك تبقى عارف طبعا مساحه الفدان كام، اتفقنا ان هي 4200 متر مربع يعني طول في عرض، مساحه الجراد كام عشان حاجات زراعيه وانتوا حضراتكم من القرى والناس دي بتسمع الكلام ده، مساحه الجراد كام 175 متر مربع برضه طول في عرض، عايزك تبقى عارف الحاجات دي. الايكر كام، لان في بعض الناس بتشتغل بالايكر، الايكر 4000 متر مربع يعني اقل من فدان ب 200 متر، يعني ان شئت تقول الفدان صافي بدون القنوات والبطون يبقى ايكر، لو طلعت القنوات والبطون اللي ما بتزرعش يبقى 4000 متر مربع. الهكتار كام؟ الهكتار ده 10000 متر مربع يعني بما يعادل حوالي فدانين و 38% او 4/10، الفدان 4200 متر مربع، يبقى الايكر الهكتار سوري 10000 متر مربع يعني فدانين وتج او فدانين زي ما انتم عارفين. طبعا الارداب طبعا في محاصيل كتير بتتوزن او بتتباع بالارداب زي القمح زي الشعير زي الذره الشامي. وزن الارداب طبعا بيختلف من محصول لمحصول، يعني مثلا وزن الارداب بالقمح 150 كيلو جرام، وزن الارداب بالقمح 150 كيلو جرام. وعايز اوضح حاجه يا اخواني، في بعض الناس في القرى تقول له انت بتبيع القمح، يقول لك ببيع، بياخدوني منه مثلا تجار، بتبيع لهم الارداب على كام؟ يقول لك 180. يقول له يا اخي ازاي ده؟ ده الدكتور قال لنا 150. ده 150 في التوريد الحكومي، يبقى في التوريد الحكومي لما انت بتورد للدوله او بتورد لمؤسسه حكوميه زي المطاحن مثلا، لو حد بيورد قمح للمطاحن
بيورد له ب 150 على وزن الأرداب على 150 كيلو جرام، لكن لما بيبيعه وبيتعامل مع التجار بيبيعه على 180. طب واحد يقول لي طب ليه الخسارة 30 كيلو؟ ما هيجي يقول لك التاجر طب يا عم انت عاوز تورد للحكومة او للمطاحن روح ورد، هياخد منك عاوز نضيف وعاوز درجة نقاوة معينة، لكن انا باخده منك ومشي الحال، يعني ما جاتش على 30 كيلو اللي انت بتقول، هعوضك في فرق السعر، عوضك يعني هديك سعر زيادة شوية. فممكن في ناس بتبيعه او بيشتروا منهم على 180، بس هو الرسمي وزن اردب القمح 150 كيلو جرام في التوريد لو انت بتورد لمطاحن او غيره، وزن اردب القمح وكمان في البحث العلمي لو بتكتب او غيره يبقى وزن اردب القمح الرسمي 150 كيلو جرام. بس انا برد على بعض الناس ممكن يقول لك لا يا عم ده احنا بنبيعه 180 خلاص. طبعا 12 كيلة، الكيلة طبعا زي ما في بعض الناس بتعمله بالكيلة، يعني الوزن الكيلة والكلام اللي انتوا عارفينه خلاص. ده اللي يهمني، تعرف الفدان، تعرف الجراد، تعرف الهكتار، تعرف الايكر، تعرف الارداب بالاردب. طبعا بيختلف من محصول لمحصول، خلينا على 10 محصول هو القمح وزن ارداب بالقمح اللي هو الرسمي 150 كيلو جرام. طيب مراكز النشوء انا اتكلمت عنها ووضحتها، قلت لك عايز ايه فيها وتعرف ايه توزيع المحاصيل، وقلنا اتكلمنا على العوامل، اتكلمنا على الضوء والحراره والرياح، وطبعا الجزء العام اللي احنا اتكلمنا عنه ده بالنسبه للجزء اللي هو توزيع المحاصيل. طبعا بعد كده محاصيل الزيت ومحاصيل السكر احنا اتكلمنا عنهم، بعد كده طبعا عوامل البيئه ما احنا اتكلمنا قلنا على اللي فوق اللي هو الحراره والضوء والرياح اللي احنا قلنا بتاثر ازاي على المحاصيل، الرطوبه النسبيه والرطوبه الجويه طبعا ان شاء الله ربنا يقول امطار وكميه الامطار، ربنا يكرمكم ان شاء الله في كورسات تانية هتاخد الحاجات دي باستفاضه، ادينا عديت عليهم يعني سريعا. فانا بقولها بوضح للناس عشان اللي بتسالني، المناطق الحراريه طبعا المنطقه الاستوائيه والسبل الاستوائيه احنا اتكلمنا فوق عن درجه الحراره، قلنا اللي يهمنا في درجات الحراره انك تبقى عارف ايه درجه الحراره الصغرى ودرجه الحراره العظمى ودرجه الحراره، لكن اضرار الحراره المرتفعه اضرار الحراره المنخفضه يبقى ان شاء الله في محاضره ثانيه هوضحها لكم درجات حراره تاثيرها ازاي على المحاصيل من حيث الارتفاع او الانخفاض او انه ممكن توصل لبعض الحاجات للتجمد او درجه الحراره توصل في ذلك البلورات الثلجيه يعني. طبعا التربه وظروف التربه ونفاذيه التربه احنا اتكلمنا او وضحنا قلنا اللي تبقى عارفه ان التربه طبعا نوع التربه او الزراعه في تربه حديثه غير التربه القديمه، التربه الحديثه طبعا بتبقى المسافه البينيه فيها واسعه زي ما اتكلمنا في التسميد وان ايه النوع. فانا ركزت معاكم على موضوع الاعداد الارض للزراعه، الحاجات دي بتبقى ضمن الممارسات الزراعيه جوه في كل محصول. ده بالنسبة للجزء اللي حبيت أوضحه لحضراتكم النهاردة على الجزء اللي فات، أشكركم وإن شاء الله ألتقي بكم في أوقات تانية وأوضح لكم باستمرار كده الأجزاء اللي نقصكم في المحاصيل. شكرا، السلام عليكم.